الحمد لله وكفى وصلوات ربي وسلامه على عباده الذين اصطفى. أحبتي الكرام، ما زلنا مع قصة نبي الله موسى، وسنحاول اليوم أن نتحدث عن قصة موسى مع الامرأتين وقصته في قتل القبطي ودفاعه عن الرجل بني إسرائيل، حيث أن موسى عليه السلام دخل المدينة في وقت خلو الناس وصادف رجلان يقتتلان، أحدهما قبطي والآخر من بني إسرائيل. قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته، أي من بني إسرائيل، على الذي من عدوه، أي القبطي، فوكزه موسى، يعني شدوك من القلوب بدرجة بالقرطة، فقضى عليه. لأن سيدنا موسى كان معروف بالقوة، قوة البدن، سبحان الله، كما سيدنا يوسف كان جميل معروف بالجمال، وسيدنا أيوب كان معروف بالصبر، وكما قلنا في الحلقة السابقة سيدنا موسى عليه السلام كان معروف يعني بقوة البدن، فقضى عليه. فلما يعني مات الرجل، سيدنا موسى أحس بذنبه، فدعا الله تعالى وذكر ذلك في القرآن، فقال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وبينما هو خائف من فعلته ومن ذنبه، إذا بموسى عليه السلام يلتقي برجل يعني من المدينة يسعى، فنصح، أي نصح موسى بأن يخرج، لأن القوم اجتمعوا على أن يقتلوه، لأن شريعتهم آنذاك كان من يقتل يقتل، العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص، هكذا كانت يعني شريعتهم آنذاك. قال الله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، أي يبحث يمنة ويسرة، هل هناك من يتبعه ويتبع أثره، يترقب. قال: ربي نجني من القوم الظالمين. فسار إلى مدين، وينطلق موسى عليه السلام إلى مدين، وينزل في مكان اجتمع فيه الناس للسقاية، يعني كانوا الناس واحد المكان اللي عنده الغنم اللي باغي يسقي الماء، كيجي لهذاك البئر أو هذاك العين، وشاف واحد جوج بنات كانوا واقفات، فسألهم موسى: ما خطبكما؟ شو الأمر ديالكم؟ قالوا: ودي كنتسناو حتى كيجيو الناس، ومنين كيبغيو يسقيو، ومنين كيبغيو يوردوا البهايم ديالهم، حتى حنا كذلك كيسقيو لنا وكيعمروا لنا ما نريدو من الماء. فسيدنا موسى سقى لهما ثم تولى إلى الظل، أي يعني مجرد ما سقى لهم تولى إلى الظل. وفي هذا عبرة أن موسى عليه السلام لا يدخل معهم في الحيتيات ولا في كذا، ومن أنتم، من أين أتيتم، لا، ما خطبكما، أي ما موضوعكما، ماذا تريدان. فبعد ما قدر من الغرض تحت شجرة، وحكى القرآن ذلك، فقال الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهما امرأتين تذودان، أي تسقيان. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف سبحان الله العظيم، يعني غير سقى لهم مش ارتاح. هذوك البنات اللي بعض المفسرين وبعض المؤرخين تقول على أنه بنات سيدنا شعيب عليه السلام، فاش وقع؟ مني مشاو حكوا الأب ديالهم خلق هذا الرجل فأعجبه فاستدعاه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، شو تحمل ذلك البنات، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يعني قالت لي: ربا عودنا لي بأنك وقفتي معنا وسقيتينا واحترمتينا، فبغي كافك. فلما جاءه وقص عليه القصص، أي ما وقع له في مصر، قال: نجوت من القوم الظالمين. نقزت واحدة من البنات قالت: يا أبتي، قالت إحداهما: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي خليه يخدم عندك ودير واحد أجرة شهرية، ففعلا خدم عنده في رعي الغنم، وبعد ذلك سيعطيه إحدى البنات لتزوجها. وفي ليلة من الليالي كان موسى عليه السلام يرعى الغنم، فأراد أن يشعل نارا ليتدفأ بها مع أهله، لكن كل محاولتي بأت بالفشل، في مكة شعب غش على العافية، كانت أمطار كتنزل،
فما كيقدرش على العافية. ولما اشتد ظلام الليل رأى موسى ضوء نار من بعيد، شاف واحد العافية شاعلة بعيد، فاستبشر خيرا. واقترب موسى من النار فإذا بوحي من الله يناديه، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. في هذه اللحظة سينزل الوحي على موسى، وكما قلنا في الحلقة الأولى من موسى بأنه يسمى بكليم الله عز وجل، لأن الله تعالى كلم موسى بدون واسطة. بعدها سيوحي الله لموسى أن يذهب إلى فرعون ويدعوه إلى التوحيد، ويسأل الله تعالى ويسأل الله أن يبعث معه أخاه هارون، لأن سيدنا موسى كان معروف كان كيلسلس، كان الكلام يعني ما كيخرجوش فصيح، فدعا الله تعالى على أنه يبعث معه الأخ ديالو هارون. فقال الله عز وجل فأرسل معي أخي هارون وأفصح مني لسانا. سنحاول في الحلقة المقبلة إن شاء الله أحبتي الكرام أن نتناول دعوة موسى لفرعون وغرق فرعون في البحر، وإلى هذه الحلقة المباركة التالية إن شاء الله أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.